السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اختلف الخبراء حول معنى البصل في الرؤية، وذلك لأن الآراء التي وصلت إلينا في تفسير حلمه أشار بعضهم إلى أنه تأكيداً على وصول الكثير من الأموال إلى الرأي، في حين أن بعض المفسرين يرون أنه دليلاً على النفاق والمشكلة بسبب رائحته في الحقيقة. وتتنوع معاني تفسير رؤية البصل في الحلم على حسب لونه والشيء الذي قام به الحالم، وذلك لأن تقطيعه يختلف عن تناوله وكذلك تقشيره. وبالنسبة للفتاة العزباء، فإذا رأت الفتاة أن شخص ما يعطيها بصل أخضر في المنام، فهي بشارة للزواج القريب والعيش في سعادة وهناء. ولكن إذا شاهدت الفتاة شخص تعرفه يعطيها بصل ناشف وجاف في المنام، فقد يخذلها وتتغير معاملته لها. ورؤية تقطيع البصل في منام الفتاة العزباء تدل على أنها ستقوم بالتحضيرات النهائية لحفل زفافها قريباً، كما تدل على أنها شخصية مدبرة وممتازة في التخطيط لشؤون حياتها، وتقوم بدراسة كل خطوة قبل أن تدخل عليها. ورؤية البصل الأحمر في منام الفتاة تشير إلى السعادة والفرح والسرور التي تدخل حياتها دون استئذان، كما يرمز إلى عفتها وطهارتها وشرفها المصاني، والحلم بشارة لها بقدوم شاب صالح وذو خلق حميد سوف يكون خير وعون وسند لها في الحياة.